السلام عليكم ورحمة الله. إذا الآن صحيح تمرين تعليمين الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2016 مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم التدبير المحاسباتي لمادة الرياضية. التمرين الثاني حول درس الاحتمالات. إذا كما هضرنا في التمرين الأول قلنا دائما نكتبوا رقم التمرين تمرين زوج ثم رقم السؤال واحد دونك عندنا واحد ألف ونبداو بألف. السؤال هو بين أن بي دو أ دونك سؤال ألف نبين أن بي دو أ تساوي 5 على 21. ممتاز. إذن نقرأ التمرين ديالنا. يحتوي كيس على 7 كرات غير قابلة للتمييز باللمس، كرتان لونهما أبيض. إذن نوضع الكيس حدايا هنا. لدينا 7 كرات 1 2 3 4 5 6 7 كرات. كرتان لونهما أبيض بي ثم كرتان لونهما أحمر أو عفوا 3 كرات لونهما أحمر أخ وكرتان لونهما أخضر في. إذا الوضعية هي كما هي. هنا لدينا كيس إذا احتمال الحدث أ. ما هو الحدث أ؟ الحدث أ الكرتان مسحوبتان نفس اللون للكرتان مسحوبتان نفس اللون يعني إما بزوج خضر أو لا بزوج حمر أو لا بزوج بيض. اسمعوا لي مزيان إما بزوج مثلا بداو بجوج بيض ودابا هنا غادي نستعمل كاردينال أ على كاردينال أوميغا غادي نستعمل السي. علاش السي؟ لحقاش قراو لي هنا نسحب عشوائيا وفي آن واحد دونك كنخدمو بالسي عشوائيا وفي آن واحد كنخدمو بالسي. دونك شنو هو كاردينال أ؟ شوفو معايا مزيان شنو هو أ. يعني خص يكونو بنفس اللون يعني إما بزوج بويض إلا كانو بزوج بويض يعني السي زوج شحال غادي من كرة بيضاء من زوج أو مي كنقول أو كندير زائد بزوج حمر السي زوج شحال غادي من حمر ثلاثة أو مي كنقول أو كندير فين كنقول أو كندير زائد أو لا بزوج خضر السي زوج من زوج يعني غادي جوج خضر على كاردينال أوميغا غادي نجبد جوج من 7 صحيح تساوي دونك زوج من زوج سي زوج من زوج دونك نقدر نديرو علاقة أ زوج من زوج على زوج فاكتوريال وغادي تعطينا واحد هنا عاود أ المهم نتوما راكم تعرفو كيفاش تحسبو السي إلا متعرفوش رجعو للفيديو ديال الدرس. دونك أ زوج من 3 يعني هي 3 في زوج على زوج فاكتوريال دونك هي 3 سي زوج من زوج هي 1 بنفس الطريقة دونك هنايا أ زوج من 7 يعني 7 في 6 باش نوضحو هنايا على زوج فاكتوريال يعني زوج في 1 هي زوج إذا النتيجة تساوي 1 دونك أنا بعد 7 في 6 غادي نختصر 6 مع جوج قلنا 3 في 7 على 20 والفوق 5 إذا النتيجة هي 5 على 21 هاهي هما طلبوها مني صحيح مزيان. السؤال الموالي ب أحسب بي دو بي إذن كيفاش غنحسبو في دو بي؟ نشوفو شنو هو الحدث بي فينا هما الحدث بي من كرتين مسحوبتين توجد على الأقل كرة حمراء شنو دابا نقدر نخدمو بطريقة معينة على الأقل وحدة حمراء دونك بي دو بي شنو مزيان على الأقل وحدة حمراء يعني إما وحدة حمراء والباقي من اللون الآخر ولا بجوج حمراء شنو معايا مزيان إما وحدة حمراء شحال كاين حمراء ثلاثة هو وحدة من الباقي شحال باقي كاين 4 او شوف مين درت قلت هو درت فيه مين درت او دير زائد او لا بزوج حمر يعني على الاقل وحده حمراء اما وحده حمراء اما زوج حمر او لا بزوج حمر يعني السي جوج من 3 على كاردان اوميغا السي جوج من 7 تساوي المهم هادي لدينا تساوي هذه 3 في 4 12 زائد هذه شنو قلنا 3 في 2 على 2 فاكتور هي 3 على هنايا قلنا
تضنا اختزلنا تضنا 7 × 3 = 21، إذا النتيجة هي 15/21. وبغينا نختزلها نختزلها بثلاثة بجوج تقسم على ثلاثة، دونك 5/7. مزيان. إذا الطريقة الثانية وهي الأسهل، ونقول لكم علاش. بي دو بي شنو هي؟ بي دو بي هي 1 - بي دو بي بار. علاش فكرت في بي بار؟ لحقاش الحدث المضاد نتاع بي باين. شكون هو الحدث المضاد ديال بي؟ بي من كرتين مسحوبتين توجد علاقة وحدة حمراء. شنو العكس؟ واحد غيقول لك اقصد جيب لي علاقة وحدة حمراء، العكس ديالها واش؟ الا ما جبتلوش وحده حمراء هذا كل عمود على الاقل وحده ولا زوج. اذا العكس هو ما تجيب حتى وحده حمراء، ما تجيب له وحده حمراء غادي يشدك يسلخ كل العمود ياك. مزيان. اذا وشنو غنديرو؟ هو بي يعني تساوي 1 - بي دو بي بار يعني حتى وحده ما حمراء، يعني بزوج بيهو من الباقي. الى حيدنا الحمر شنو يبقى؟ نبقاو 4 على سي 2 تساوي 1 - سي 2 من 4 هي 4 3 على 2 فاكتوريال دونك 4. المهم هذه راه خصها تحسبها، انا كنكزها ربما غلط في الحساب. دونك 4 3 12 2 6 على هذه 7 6 على 2 7 3 21 اذا تساوي 1 - نختزلو ب 3 بقى 2 على 7. اذا 7 في 1 7 - 2 هي 5. كما قلنا كبيره قلنا ده طريقتين مختلفتين، راه بحال بحال بجوج ساهلين الاحتمال. شوف تبع معايا الدرس ولدي والفيديو ديال الدرس تاع علوم تجريبيه راه بحال بحال، تبعهم معايا وما غاديش تلقى مشكل نهائيا. الامور بسيطه، غادي يخدم عقلك كي كتقول هو كدير فيك كي كتقول هو كدير زيد. يعني خدم، شوف تفرج في هذا الفيديو، تفرج معايا فيديو اخر 3 4 ديال الفيديو، وخا ديال علوم تجريبيه تاع الاحتمال غادي تفرج فيه تاع علوم تجريبيه، راه مسحها شي 10 امتحانات قدام. تبع معايا الاحتمال ديالهم صافي غتحل المشكل ديال الاحتمال. شوف الطريقه كيفاش كنخدم وكنوضح وغتحل المشكل ديال الاحتمال. اذا بي دو ا راه عندنا بي دو بي نكتبو هنايا لان غنحتاجو. بي دو بي كيساوي 5/7. واحد الملاحظه في الامتحان قالك اكتب النتائج على شكل كسور، يعني بحال هكا ما تحسبش. سؤال جيم بين ان بي دو ا تقاطع بيسو 1/7. جيم حساب بي دو ا تقاطع بي. شوف ما تفلسف ما والو، ما تدبر لا علاقه لا والو، خدم عقلك هنا يا صاحبي. بي دو ا تقاطع بي. شنو معنى ديال التقاطع؟ يعني بجوج بهم كاينين تقاطعوا، يعني بجوج بهم كاينين صحيح. شنو فوقاش كيتقاطعوا جوج؟ ملي كيكونوا بجوج بهم كاينين في ديك البسيطه راه كاين تقاطع، يعني النقاط المشتركه. يعني غادي نشوف فوقاش كيكون الحدث او بي بجوج بهم محققين. شوف معنى مزيان ا كيقول بجوج بهم عندهم نفس اللون، بي كيقول لك على الاقل وحده حمراء. شنو هو ا؟ هو اما ار ار ولا في في ولا بي بي، هذا هو. شنو كي شنو هو بي؟ على الاقل وحده حمراء، يعني وحده اما ار وحده من لون اخر، اما المهم ار على الاقل وحده حمراء، يعني ار ار عفوا ار في ولا ار بي ولا بجوج حمراء. إلا قلنا التقاطع شكون هو العنصر اللي كاين هنا وهنا؟ فقط ما كاين حتى شي عنصر اخر من غير هذا كاين هنا وهنا. يعني الحدث ا تقاطع بي هو ار ار، يعني بجوج بهم حمر، بجوج الكرات حمر صحيح. اذا بجوج الكرات حمر يعني كاردينال ا تقاطع بي على كاردينال اوميغا. قلنا ا تقاطع بي هو بجوج حمر، بغيت توضح وضح. الحدث ا تقاطع بي هو الحصول على الكرتين من نفس اللون، لان بجوج بهم خصهم يتحققوا، خص يكونوا بجوج بنفس اللون وخص يكون على الاقل وحده حمراء، يعني خص يكونوا بجوج حمر صافي. اذا هنا هو السي قلنا بجوج حمر 2 - 3. اذا هذه عطينا 3 × 2 = 3، 7 × 6 = 2 هي 21 كتختزل بثلاثة، يعني 1/7 صحيح هي 3 ون
في تقاطع به واحد لا سبعة يعني مساواتي ولا لا نكمله ليكن إكس متغير عشوائي الذي يساوي عدد الكرات الحمراء المصوبة. إملأ الجدول الجانبي راه معلل جوابك يعني علل الجواب. دونك وشنو هما الاحتمالات اللي غنحسب؟ قال لك ودي إكس هو عدد الكرات الحمراء المصوبة، يعني إكس إي تساوي زر. واش كتعني هذه؟ كتعني أن أولا نديرو لك لدينا بي دو إكس إي تساوي زر أو لا إكس تساوي زر، هاكا إكس كبيرة تساوي زر. واش نبغي نسوي؟ يعني حتى كرة محمرة، حتى كرة محمرة، دونك حتى كرة محمرة يعني كيساوي سي جوج من الباقي يعني مربع على سي جوج من سبعة تساوي أربعة في ثلاثة، دونك هي ستة على جوج، وهنايا سبعة في ستة على جوج دونك واحد وعشرين جوج تختزلو دونك تعطينا جوج على سبعة هيا. و بي دو إكس تساوي واحد، يعني من تاخد إكس واحد يعني واحدة حمراء، يعني عندنا واحد كرة حمراء مزيان. شنو كيصير؟ نحصل على كرة واحدة حمراء والباقي من لون من يعني من الاخرين، هي وحدة اللي حمراء يعني سي واحد من ثلاثة والباقي اللي هي وحدة من اربعة من الاخرين على سي جوج من سبعة تساوي سي واحد من ثلاثة هي ثلاثة في اربعة 12 على 21 إذا بجوج تختزلو تقسمو على 3 4 على 7 صحيح. و بي دو إكس تساوي جوج هنايا هادي هادي نقدر بلا ما نحسبها، حسب هادي وهادي وسهل الحال، هادي اللي ديجا حسبتها ديجا حسبتها بي دو إكس تساوي جوج يعني بجوج حمر ديجا راه محسوبة، هي الأطاقات يعني واحد على 7 هي بي دو صحيح. ومن اللي غنحسب هذه غادي ندير بي دو اكس واحد هي واحد ناقص هذه ناقص هذه وغنلقى هذه صحيح. اذا دابا الا جمع الا درنا الجدول اذا غنمشي بهذه الطريقه وحيده اللي نقدر نخدم، كان بزاف الطرق اش بغيتكم تفرجوا لي فيديو الاخرين وغادي تفهموا. كاين صفر كاين واحد كاين جوج بي دو اكس الو صفر كاين جوج على صفر هنا لقينا 4 على 7 وهنا لقينا 1 على 7 سالينا ألف جوج ألف جيم درنا جوج ألف في كل هنايا جوج ألف طيب نمسح هذا الشيء. السؤال الأخير سؤال بسيط جدا مفيه حتى شي صعوبة، أحسب الأمل الرياضي دونك جوج حساب على او دو اكس اش كيساوي او دو اكس هدف هدا زايد هدف هدا زايد هدف جمعو تساوي صفر في جوج على سبعة واحد في ربعة على سبعة واحد عفوا جوج تساوي صفر زائد ربعة على سبعة زائد جوج على سبعة تساوي ستة على سبعة. إذا هذا هو الأمر الرياضي سالينا ما وفق.